أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن وضع كافة الأطباء العاملين على مستوى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والمقدر عددهم بحوالي 1000 طبيب موزعين عبر كافة التراب الوطني تحت تصرف وزارة الصحة. كافة الأطباء العاملين على مستوى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير